نجاح كبير قاعد يحقق فيه التوانسة وآخرها تألق 3 مخترعين التوجو في المعرض الدولي 9 للاختراعات في الشرق الأوسط المقام بالكويت ولتم تكريمهم اليوم. تم اليوم تكريم المخترعين التوانسة المتوجين في المعرض الدولي 9 للاختراعات في الشرق الأوسط المقام في الكويت من 16 إلى 19 جانفي 2017، وين كانت الجائزة الأولى للمعرض من نصيب سامي الكتاري صاحب اختراع مكمل غذائي غني بالأوميغا 3 ومستخرج من فضلات حوت التونة، وتحصل أنيسة السحباني مخترع الروبوتات على جائزة المنظمة الدولية للملكية الفكرية ويبو. حبيت أنه يكون اختراع تونسي 100% والقيمة المضافة اللي خارجة منه ترجع تونس، ولا غيشاس اللي بترجع منه ترجع تونس ما تمشيش لبلاصه اخرى. وعلى ذاك معناتها ضحيت بالتاز نتاعي في جوره الحكايه. ربحت مره اخرى الميداليه الذهبيه نتاع المنظمه العالميه لبراءه الاختراعات الملكيه الفكريه، وربحت الميداليه الذهبيه مع تقديرات مع الشرف نتاع الجوري نتاع المعرض الكويت الدولي اللي هو ثاني اكبر معرض في العالم للاختراعات. تم مخترعين تونس القوا في مجال الاختراع بعد مسابقه بينهم وبين 200 مخترع يمثلوا 36 دوله من مختلف قارات العالم، وتجي مشاركتهم هذه بعد نجاحهم في المناظره الوطنيه للاختراع لسنه 2016 اللي نظمتها وكاله النهوض بالصناعه والتجديد. تقريبا بين 5000 و 10000 طن نتاع نفايات جلد جايين من ليزاندستري نتاع الكوير والمدابغ، قاعدين يتلوحوا وما همش قاعدين يستعملوا فيهم. الفكره هي خذيناهم وعاودنا خدمناهم، لقينا التركيبه المناسبه باش نعملوا بهم جلد، اما ما وقفناش غادي، اعطيناه خاصيه اضافيه يكون مضاد للبكتيريات. لهنا انفيز لو سيكتور دي شوسور ميديكال. المخترعين نتاعنا دعمناهم باش مشاو وشاركوا في ثاني أهم تظاهرة دولية للمخترعين. الحمد لله نوروا تونس ورفعوا الرأي الوطني عاليا وجابوا يعني 8 ميداليات 8 تتويجات. وللتذكير فإنه سامي الكتاري وأنيس الصحباني كانوا تحصلوا على الجائزة الأولى في المناظرة الوطنية للاختراع لسنة 2016، وهذا ما أهلهم لتمثيل تونس في المعرض الدولي 9 للاختراعات في الشرق الأوسط.